الخير عليكم، حلقة جديدة ومن يجدها، ويا رب دايما في أحسن حال وأحسن صحة. النهاردة حلقة جديدة، وزي ما متعودين نكون معاكم يوم الثلاث والخميس الساعة 6 على الهواء مباشرة. بيسعدنا ان احنا نتقابل معاكم النهاردة في حلقة جديدة وحلقة مهمة هنكلم فيها كل السيدات اللي دايما بيسمعونا وبيشوفونا عن موضوع مهم جدا وهنتناوله على مدار الحلقة. بس خلوني في البداية ارحب بميرفت. اهلا بيك يا ميرفت. اهلا بيك يا نانسي، واهلا بكل مشاهدينا. وزي ما نانسي قالت، هو موضوع الحقيقة مهم جدا. كل بنوتة بعد الجواز ممكن تفكر تقول أنا عايزة أأجل شوية، سنة اتنين تلاتة، مش عايزة أجيب أطفال في الوقت ده. وأحيانا بعد ما ربنا يرزقها بالطفل الأول برضو ممكن تفكر إن هي تستنى سنتين تلاتة بين الطفل الأول والتاني. ففي الوقت ده بتحتار وتقول طب إيه هي وسيلة المنع الحمل المناسبة ليا، أختار إيه من مجموعة الحقيقة حاجات كتيرة قوي، حاجات خاصة بالسيدات وحاجات كمان خاصة للرجال، ايه هي الوسيله الامنه؟ طب هل السن بيفرق بين السيده واخرى؟ السن ممكن واحده كبيره شويه في السن تختار وسيله مختلفه خالص عن الصغيره مثلا في السن. طب ايه هي الوسيله الامنه؟ وايه هي مميزات وعيوب كل وسيله من وسائل منع الحمل؟ الحقيقة موضوع مهم، وموضوع يعني ممكن يكون في كتير من السيدات يكون مش عارفه، حابب ان هو يعرف اكتر، خاصة اللي لسه متجوزين جداد. الحقيقة كل سيدة بيناسبها اكيد نوع معين، مش كل السيدات بيناسبها نفس الانواع. هنعرف النهاردة ايه هي احدث انواع وسائل الحمل، هنعرف كمان الانواع المناسبة لكل سيدة فينا. والحقيقة بيشرفنا النهاردة بوجوده وبالحديث عن هذا الموضوع دكتور موريس بولس عطلة، استشاري اول امراض النساء والتوليد وعلاج العقم، دبلوم التخصص في التلقيح المجهري من القصر العيني، دبلوم الجراحة المناظير، واستشارة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. في حلقة الحقيقة مهمة جدا لكل أسرة مصرية، وبالأخص طبعا مع عدد السكان الرهيب اللي دلوقتي في التزايد. فخلينا نتكلم ونعرف قبل ما نعرف إيه هي منع أو وسائل منع الحمل، خلينا نعرف الأول هو الحمل أصلا بيحصل إزاي. حضرتك يعني ابتديتي بتو ايتمز مهمين جدا جدا. اول حاجه قلتيها التزايد في عدد السكان. صحيح. هو انا دايما من رايي ان الطبيب لازم يكون مش طبيب، لازم يكون حكيم، زي ما كانوا بيسموه زمان حكيم باشا. لازم يكون الطبيب مدرك بالمتغيرات اللي حواليه في المجتمع. احنا عندنا زياده سكانيه جامده جدا جدا، وأصدق كلمة تتقال على زيادة سكانية عندنا انفجار سكاني. صحيح. انفجار سكاني. وفي إحصائيات أنا رجعت لها كتير الأيام اللي فاتت، ما فيش داعي يعني طبعا نضيع وقتنا فيها، لكن ما فيش شك إن في زيادة مضطردة في عدد السكان. وإحنا عايشين في منطقة الوادي والدلتا، منطقة ضيقة جدا. طبعا القيادة السياسية لا تألو جهدا في إن هي تتوسع وإن هي تعمل مشاريع وتعمل توسعات في الصحراء وطرق وكباري و طبعا ده شيء جميل وشيء رائع. صحيح. لكن إحنا كناس برضو كمجتمع وكأطباء نساء لازم نكون مؤمنين بقضية تنظيم الأسرة. صحيح. لازم يكون في عندنا إيمان وعقيدة بقضية تنظيم الأسرة. يمكن كان من سنوات فاتت كانت الناس أو يعني في ديبيت بقى حرام وحلال وننظم ولا ما ننظمش كده. القصة دي تقريبا اختفت خالص دلوقتي. بالزبط. بقى في نوع من اليقين بأن تنظيم الأسرة ده مهم جدا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمجتمع للاتنين، المرأة صحتها والمجتمع تنميته. الاثنين مهم جدا تنظيم الأسرة. صدقني يا دكتور، بقى دلوقتي اللي بيجيب بيبي مش عايز يجيب التاني بعد الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها العالم كله مش البلد بس، بقى خلاص اللي بيجيب بيبي واحد مش عايز يجيب تاني. يعني انت حضرتك بتقولي اللي جايب بيبي، انا عندي حالات مش عايزين اصلا حاجة، يعني لدرجة ان انا بعترض على هذا التفكير. يعني بيجوا يستعملوا وسائل من اول يوم، لا ما ينفعش كده يا جماعه. طب سنه واثنين ورتبوا اموركم وخليفه، ما ينفعش انتوا ما تجيبوش خالص. بلاننج كده وصغيرين في السن مش عايزين نجيب اطفال. يعني طبعا بس يعني اكيد الفكر ده مش في كل مكان، يعني لا قليل مش كتير. قليل مش كتير. هو برضو حضرتك الايتم الثاني اللي ابتديتي بيه مهم جدا، ازاي بيحصل الحمل. صحيح. عشان عايزين نعرف ازاي احنا بنمنع الحمل. طب بيحصل ازاي عشان نمنعه؟ يعني ممكن ادخل اقول لكم على طول لولب وقراص وكده. طب هو اساسا بيحصل ازاي؟ فكان في صوره جايبينها عن كيفيه حدوث الحمل. طبعا بيحصل سكب للسائل المنوي في المهبل بعد العلاقه الزوجيه. الحيوانات المنويه في السائل المنوي بتجري بسرعه جامده جدا، بتجري بتخترق عنق الرحم الى الرحم الى الانابيب، وفي الانبوبه بيحصل اللقاء الحميم ما بين الحيوان المنوي وبين البويضه. تمام. لو ده وقت تبويض
الراجل ممكن كل يوم ينجب، لكن الست في وقت معين كل شهر بتنزل بويضه دي تتلقح ويحصل فيها الانجاب. فده لو وقت تبويض بيحصل هذا اللقاء ما بين الحيوان المنوي والبويضه في الانبوب او قناه فالوب، وبعدين بالبويضه المخصبه دي بتنزل تاني من القناه الى تجويف، اهو الرسمه واضحه كده، حصل التلقيح في قناه فالوب، الحيوانات المنويه فوق اهي بتخترق البويضه وحصل التلقيح في قناة فلوب، وبعدين بترجع بقى السهم بيرجع تاني البويضة الملقحة إلى تجويف الرحم. البيبي ما بيفضلش في تجويف الرحم زي ما الناس تعتقد، يعني أعتقد أنا كل كلمة بقولها عشان هقولك إزاي بقى بنمنعها. البيبي ما بيفضلش في تجويف الرحم أو البويضة الملقحة، مش في تجويف الرحم، بتنغرس في بطانة الرحم. بطانة الرحم لازم. إيه لازم. ايه الفرق بين جميل التجويف؟ جميل جميل جدا سؤال حضرتك. ايه الفرق لما تقعد في البطانه؟ ايه تقعد في التجويف؟ ايه اللي خليتها تنغرس البطانه؟ يعني احد تشبيه لها الارض الزراعيه، اما ترمي فيها بذره، ده رسمه تانية بتوضح برضو اللي بيحصل في موضوع الحمل، اما بترمي بذره في ارض زراعيه، الارض دي لازم تكون ارض خصبه فيها طمي علشان تغذي البذره دي. برضو البويضه الملقحه من اول يوم عايزه غذاء، عايزه غذاء. الغذاء ده بيكون الستارش جلايكوجين النشا موجود في بطانه الرحم ومعد بهرمونات عشان البطانه تستقبل البويضه المخصبه تبتدي تغذيها، واوعيه دمويه كتيره تبتدي تكون المشيمه، فلازم تنغرس البويضه الملقحه دي في بطانه الرحم. تمام. يبقى باختصار سائل منوي، بويضه لقاء ما بين السائل المنوي وبويضه في قناه فالوب، بويضه ملقحه تنغرس في بطانه الرحم يحصل جنين. تمام. عشان نمنع بقى الحمل، نحاول نمنع اي حاجه من الحاجات دي كلها. يعني يعني كده باختصار عشان انا امنع الحمل لازم امنع اي حاجه من الحاجات دي كلها. اول حاجه سكب السائل المنوي في المهبل. طب ازاي امنع سكب السائل المنوي في المهبل؟ معروف اللي هو الواقي الذكري او الكندوم. الواقي الذكري وسيله شائعه جدا، تستخدم كتير، الناس بتبقى كده مغلفه بنفس الشكل ده هو كده، الناس بتستسهلها ويقول لك ده وسيله سهله. هو الواقي الذكري السهل الممتنع، الواقي الذكري سهل جدا استعماله، لكن هناك محاذير كثيره في استعمال الواقي الذكري عشان يحقق الغرض اللي هو بيستعمل من اجله، اللي هي تنظيم النسل او منع النسل. في ديفكتس ممكن تحصل في استعمال الواقي الذكري تؤدي الى حدوث الحمل وبالتالي ما يؤديش وظيفته. طب يا دكتور معلش قبل ما نخش على وسائل منع الحمل، يعني في سيدات كتير ما بتبقاش عارفه التبويض الاول ولا الدوره الشهريه الاول، ومن هنا بتحصل المشكله. يعني يقول لك انا ازاي يحصل اصلا تبويض وانا لسه الدوره ما جاتليش، في الاخر يرجع تاني الدكتور يقول لا ده التبويض بيحصل الاول قبل الدوره الشهريه. هي المشكله بقى في الحته دي. التبويض بيحصل في نص الشهر. يعني هي بتيجي الدوره الشهريه من بدايه الدوره، من 10 12 14 16 يوم من بدايه الدوره ممكن في اي وقت من الاوقات بيحصل تبويض. تمام. طب وهنا يا دكتور معلش في كذا وسيله لمنع الحمل، وزي ما حضرتك يعني هتكلمنا النهارده وتعرفنا مزايا وعيوب كل وسيله وايه الانسب لكل سيده ممكن عايزه تستخدم وسيله لمنع الحمل، لكن بنسمع دايما يا دكتور عن طريقه العد اللي هم الناس اللي بيمشوا بنظام النتيجه وامتى التبويض هيكون في الشهر كام او في الايام في النص. يعني في ناس بتبقى ماشيه بالوسيله دي وفي ناس زي ما حضرتك بتقول يعني الواقي الذكري وممكن يكون. هي طريقه العد دي يعني طريقه عايزه واحده تكون الدوره بتاعتها منتظمه جدا وعايزه قوه اراده في التعامل بين الزوج والزوجه. بنعد من هي في طريقه عد وفي طريقه تحديد وقت التبويض ببعض الظواهر اللي بتحصل. تمام. زي مثلا ارتفاع درجه الحراره، اما يحصل ارتفاع درجه الحراره يبقى حصل تبويض. تحس المراه ان في عندها بلل من تحت في المهبل يبقى معناها حصل تبويض. دي حاجات في اللي هو نعمل تحقيق الاتش اللي هو الهرمون بتاع التبويض بنحدده، لو زي تحليل الحمل بالظبط، لو ظهر شرطتين معناها الاتش ده انطلق، معناها هو التبويض هيحصل في خلال 24 ساعه الى 36 ساعه. لكن طريقه العد دي من خبرتي وشغلي انا ما بتنجحش قوي. ما بتنجحش قوي. عايزه واحده دوره بتاعتها منتظمه جدا، وعايزه واحده مثقفه ثقافه كويسه عشان تقدر ان هي تبقى اوير بالوقت اللي هو ما يحصلش فيه علاقه زوجيه، وعايزه قوه اراده من طرفين، وممكن دي تبقى فيها مشكله شويه. تمام. فالواقي الذكري يعني عايزه وسيله تانية وسيله يعني سهله وبسيطه، لكن له محاذير كتيره. المحاذير بتاعه استعمال الواقي الذكري انا ما اقدرش احكيها بالتفصيل هنا. تمام. اللي عايز الراجل او الزوج اللي بيستعمل الواقي الذكري يتصل بيا تليفونيا،
كومبليتلي فري واشرح له بالتفصيل طريقه استعمال الوقزك، ان هو ما اقدرش في تفاصيل معينه ما اقدرش ان انا اقولها في المكان هنا. هو ده الوقزك. الوقز الذكري وسيله زي ما قلت لك سهل، ولكنه سهل ممتنع، له محاذير كتيره. في ميزه فيه مهمه جدا الوقز الذكري، انه بيمنع نقل الامراض الجنسيه من يعني يحمي الزوج او الزوجه لو اي طرف عنده مرض جنسي. الوقي الذكري بيمنع الـ 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 نقل الامراض الجنسيه، البكتيريا او الكلام ده. دي من ضمن الحاجات المميزات بتاعت الوقي الذكري. زي ما قلت لك لو اي حد عايز يستفسر يكلمني. انواع اخرى يا دكتور بقى في وسائل منع الحمل عشان نمنع ان احنا السائل المنوي يوصل لتجويف الرحم في الحاجز المهبلي. الحاجز المهبلي ده اللي هو بيسموه فاجينا ديافرام، هو وسيله مش شائعه قوي عندنا في بلدنا، هو عامل زي الكب كده، معلش الزوجه بقى تمام. الزوجه زي كده كب، وفي الطرف زي واير بندوس عليه كده وتدخله الست في المهبل، بحيث ان هو ده سيرفايكال كاب، ده اللي هو الكاب بتاع عنق الرحم. برضو حاجه نوع من انواع الفاجينا الديافرام، يعني اللي هو زي الحاجز المهبلي اللي هو بيمنع برضو وصول السائل المنوي الى تجويف. احنا هدفنا منع دخول السائل المنوي جوه، وقي ذكري او سيرفايكال كاب او فاجينا الديافرام، امنع دخول السائل المنوي جوه. اكثر الوسائل دي شيوعا في بلدنا هو الوقي الذكري. يمكن الحاجز المهبلي مش كتير، السيرفايكال كاب مش كتير. كل الوسائل الثلاثه دول لازم يستعمل معاهم دي حاجات كريم. وقتيه يا دكتور، يعني حاجه بتتكلم عن حاجات وقتيه. حاجه وقتيه، يعني الحاجز المهبلي ده بيتشال بعد 6 ساعات تمام. الوقت الذكري الزوج بيسحبه مع نهايه العلاقه وبيرميه، لكن الحاجز المهبلي 6 ساعات وتشطف نفسها. مع استعمال في الثلاث وسائل دول حاجه اسمها سبيرميسايدال، اهو ده الحاجز المهبلي في مكانه، محطوط في مكانه. السبيرميسايد ده دي كريم او جل فيه مواد قاتله للحيوانات المنويه، بتدلك بيه الحاجز المهبلي قبل ما تحطه، بتستخدمه كوسيله برضو عشان تعمل تسهيل ادخال الحاجز المهبلي. الجل ده ما ينفعش يستخدم بدون الوسيله دي، ما هو قاتل للحيوانات المنويه، فايه المشكله؟ مش مضمون. لا مش مضمون، يعني مجرد وسيله مساعده للوسائل الاخرى حضرتك بتتكلم عنها. المهم الاثنين مع بعض، لكن هو وحده مش مضمون تمام. وبعدين استعماله مش هيبقى، يعني هتحطه ازاي؟ هتحطه يعني هيضايق الراجل قوي، صعب هيضايق الراجل قوي. احنا بنتكلم قول مثلا كل وسيله عايزين الكندم الوقي الذكري ده ما يناسبش ناس متزوجين حديثا. مش معقول واحد متزوج جديد اقول له اوردي بس وقي ذكري، ان هو اكيد بيقلل شويه بليجر، بيقلل شويه السعاده الزوجيه او المتعه الجنسيه. ما يناسبش الناس متجوزين جداد. واحد جاي من السفر مثلا فجأة على مراته كده برضه ما يناسبوش قوي. هنقول حكاية العلاقة الزوجية اللي هي غير معدة دهيت، أو واحد جاي من السفر فجأة وحصل علاقة، الست ممكن تتصرف إزاي؟ لكن الوقت الذكري ما يناسبوش. الوقت الذكري يناسب ناس في يعني واحدة سنها مثلا 40 سنة وزوج برضه كبير شوية في السن، بتحصل علاقة زوجية في أوقات متباعدة مثلا، لكن ما يناسبش ناس متزوجين حديثا، ما يناسبش واحد جاي من سفر أقول له البس وقت ذكري، مش هيبقى مش حاجه مش ممتعه يعني. الانواع يا دكتور الاكثر شيوعا واستخدامها اكتر في مصر، ممكن حضرتك تقول لنا عليها النهارده؟ ما انا هقول لك على كل حاجه النهارده. في بقى حاجه اللي هي انا دلوقتي بمنع اللقاء ما بين الحيوان المنوي والبويضه، بمنع اللقاء. في حاجه بقى من فوق من قناه فلوب نفسها. ممكن امنع نزول البويضه في قناه فلوب. هنعمل ايه؟ ربط الانابيب. ربط الانابيب، بس دي واحده ما تكونش خلاص عايزه تجيب تنجب تاني، يعني خلاص انا استكفيت ومش عايزه حاجه غلط تحصل. انا كانت عندي لسه امبارح في العياده واحده، ودي نقطه مهمه جدا، ان هي في ربط الانابيب. طبعا ربط الانابيب بيتم عن طريق المنظار، في كذا طريقه بالمنظار بيتم بيها ربط الانابيب. ممكن ربط الانابيب يتم عن طريق فتح البطن العادي، و يعني المنظار من الطرق اللطيفة قوي، يعني في حاجة كده زي حلقة بتتحط حوالين الأنبوبة، أو بكوي الأنبوبة، أو بحط كليبس الأنبوبة. في 3 طرق عن طريق منظار البطن، زي دي حلقة بتتحط. يعني ممكن واحدة بعد ما في وقت الولادة أو قبل الولادة تقول لحضرتك خلاص أنا مش عايزة تاني أطفال، فممكن أعمل ربط على طول؟ ده نوع الربط اللي بيتم ساعة الولادة. ساعة الولادة المنظار بيتم ما بين كل ولادة والتانية تمام، لكن ساعة الولادة اثناء القيصريه وانا فاتح بطنها خلاص اسهل، تقولي انا مش عايزه ماشي نربط الانابيب. وفي حاجه تانية بس مش شائعه في بلدنا قوي، حتى الولاده الطبيعي بعد الولاده ممكن نعمل ربط انابيب. ازاي؟ بيستفيدوا من وجود الرحم في البطن الكبير،
وقريب من السرة، بيفتح فتحة تحت السرة. حكايه انا ما شفتهاش في مصر خالص حقيقه، انا شفتها يمكن في فيديو بتعمل بره، لكن في مصر لا. وبيعتمد ان هو الست اوريدي واخده ايبيديورا اللي هو البنج بتاع اللي هو البنج النصفي، او زي ما تقولي اللي هو بنج اللي هو الولاده بدون الم، فهي اوريدي متخدره. وبعد الولاده مباشره بعد الولاده مباشره بيروح فاتح فتحه ويوجه الرحم يمين وشمال ويلتقط الابواب. طبيعي دي طبيعي. طبيعي. بقول لحضرتك هي حاجه مش شائعه في بلدنا وما شفتهاش انا حقيقه في مصر خالص، يعني ان انا اربط القريب بعد الولاده، حتى الولاده طبيعيه مش ولاده قيصريه. هي مش شائعه لكن بتتعمل. شفت لكن فيديو يا دكتور هو بيخلي ما فيش انجاب تاني خالص. هي دي النقطه اللي حضرتك قلتيها مهمه جدا، مهم جدا جدا جدا. قرار ربط الانابيب لازم يؤخذ بتؤده وبهدوء وبكونسلنج كويس مع الزوج والزوجه. ما فيش حاجه اسمها واحده داخله تعمل العمليه ومتضايقه ومتقريفه وهي اربط لي. لا ما ينفعش. ده لازم قبل العملية وقبل الولادة قاعدة كويسة. ولازم تفهمي حاجة يا ستي، ان الربط ما بيتفكش، ما فيش حاجة اسمها ربط بيتفك. هو ربط هو ربط. انا لسه امبارح كانت عندي واحدة في العيادة عمل لها ربط وزعلانة، رغم ان هي خمس قيصريات ومش عايزة تاني خالص، وهي اللي طلبت وربطنا لها. بتقول لك كنت خليته، كنت خليت الانابيب، كنت جبت عيل تاني. صدقيني يا ترى انا امبارح بالظبط، يعني حتى دايما يصعب عليها انها مش تنجب تاني. دي احد المضاعفات بتاعت الربط اللي هو الندم على الربط. طب دكتور اللي بتربط دي ما بتجيلهاش الدوره الشهريه؟ لا بعد بتجيلها. كده بتجيلها عادي، ملهاش علاقه بالرحم خالص، بتجيلها عادي خالص. تمام. عشان نوضح بس عليها دكتور في اي حاجه في شويه تاثيرات بتحصل من الربط. حضرتك برضو قلتي كلمه برضو يعني بتستثير المعلومات. احيانا بعد الربط بيحصل الم في اسفل البطن نتيجه التهاب بسيط في الانابيب. الدوره ممكن تيجي كتيره شويه بعد الربط نتيجه يعني احتقان في الحوض بيحصل. والاهم من ده كله زي ما قلت دلوقتي اللي هو احساس الذنب بعد الربط، خصوصا بيكون صغيره في السن شويه. ولذلك قرار الربط لازم يؤخذ بهدوء وبكونسلنج كويس ما بين الدكتور والزوج والزوجه. انا بعاند ربنا، انا ما اعرفش. احيانا الواحد يحس ضميره. ما بقول لحضرتك يعني لسه امبارح قلت لها ده انت جايه يعني في التوقيت بتتكلمي عن انك زعلانه ان ربطت، وانا لسه يعني هتكلم عن الموضوع ده بكره يعني. فالربط لازم يؤخذ بتؤده وبهدوء وبتركيز جامد. حضرتك يا دكتور بتقول ممكن الدوره تنزل اكتر شويه، هل بتنزل اكتر شويه بعد الربط مباشره ولا ممكن على مدار حياتها بقى تبقى زياده؟ يعني على مدار حياتها تبقى زياده شويه. طب ده اكيد ما ينفعش للناس اللي بتجيلهم يعني الدوره عندهم غزيره او بتجيلهم زي نزيف. هو الربط قرار اضطراري مش اختياري. الربط قرار اضطراري. واحده عندها خمس ست عيال خلاص، فمش ساعتها مش هتفرق معاها كتيره مش كتيره، ده قرار اضطراري. ده احيانا طبعا دي حاجه اكستريم قوي، الست بتطلب ان تشيل الرحم خالص بعد الولاده، تقول لك انا مش عايزه خالص. طبعا دي حاجات ما بتحصلش كتير في مجتمعنا، لكن احد الوسائل المكتوبه في الكتب انها تشيل الرحم خالص. طب. ماشي. دكتور في صوره هتبقى معانا، هي جت من شويه، فكره التدبيس. اللي هو ده هي بقى. بص حضرتك اللي على الشمال، اللي على الشمال دهيت اللي على شمالنا احنا، ده تدبيس، بندبس قنوات فالوب ب المنظار البطن. تدبيس قنوات فالوب منظار. اللي على اليمين دي كي، بنكوي قنوات فالوب برضو عن طريق منظار البطن. ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ مفيش. الكي والتدبيس على حسب الاكويبمنت الافيلابل. في عندنا دباسه بندبس، عندناش نفس دباسه بنكوي. تعتبر وسيله يا دكتور لمنع الحمل وربط. ربط انابيب كمان. ربط. ده التدبيس ده بربط الانابيب. نوع من الربط، مش بخيط، بمنظار فبدبسه. في المنظار استعمال الخيط مش سهل قوي يعني، صعب يعني حتى في الشغل المنظار العادي استعمال الخيط مش سهل يعني. فاحنا بنستعمل دايما الكي. فالصوره اللي هي على اليمين ده كوي، بكوي الانبوبه ثلاث مرات على بعد معين من الرحم، خلاص اتكوت الانبوبه، قفلت. بدبسها قفلتها، خلصت. ليه مزايا او عيوب يا دكتور التدبيس؟ ما هم يعني ما حدش قال حاجه زياده عن ده. هو الكي بس لازم يبقى يعني معمول بحرص شويه عشان ما كويش اي حاجه، ما تدخلش على القولون، ما احطش على المثانه، لازم يكون الكي بحرص. والتدبيس على حسب الاكويبمنت، عندنا الاله اللي بتدبس بندبس على حسب الاكويبمنت الافيلابل اللي عندنا في الجهاز. لكن كفرق طبي لا، ما فيش حاجه يعني. يعني يعتبر هم الثلاثه حاجه واحده. وفي الرنج اللي احنا جبناه بشويه دوت، هو الانبوبه بشيلها كده وراح حاطط لها
حلقه حلقه كده اهوت تروح قافله الانبوبه دي الاكثر شيوعا يعني جيبه انا يعني بعمل جي اكتر اللي هو الرينج جي على طبيعه فدي اللي هي الطريقه اللي هي الربط بقى الانابيبه عن طريق المنظار في منظار عشان بس ما يفوتهاش مش هضيع وقتكم كتير في منظار رحمي بقى مش منظار بطن منظار رحمي احنا بننزل من تحت مش عارف هتجيبوها دلوقتي بنحط زي واير زي سلك دي بقى مش بسميها انا ربط انابيب بسميها سد انابيب انا بندخل من تحت من عنق الرحم ومن الرحم وبسد الانبوبه بواير كده اهوت بس الجي مش شائعه يعني انا بتكلم على سد الانابيب بقى من تحت بالهيستروسكوب مش باللابروسكوب مش بمنظار البطن دي شائعه اكتر في الحالات اللي بتعمل تلقيح مجهري لو الانبوبتين فيهم ميه اللي هو بيسموه هيدروسالبينكس والميه دي بتنزل على تجويف الرحم وبتموت الجنين اللي احنا هنزرعه ده لازم افصلهم خالص عشان ما ينزلوش ميه على الجنين ده مركزين معايا القصه يعني دي بتتاخد كعلاج مثلا او طريقه معينه لحمايه الطفل اللي هو معمول عن طريق الحقن برافو عليك لكن مش وسيله شائعه لتنظيم النسل انا بس حبيت اقولها عشان جبنا سيره الربط بالمنظار فحبيت اقول المنظار الرحمي مع منظار البطن المنظار الرحمي دي غالبا بنسد الانابيب لما نكون عايزين نعمل تلقيح مجهري تمام اما الانابيب دي بتجيب لي ميه مش حلوه على الجين طبعا السايكل بتاع التلقيح مجهري تكلف لها حاجه بتاع 30 40 الف جنيه مش هضيعهم عشان شويه ميه نازله من عند الانابيب واساسا الانابيب بايظه مش هتنفعني في حاجه فاعزلهم فالواير اللي هو بينزل بيدخل عن طريق المنظار الرحمي ده عشان كده بسميه مش ربط انابيب سد انابيب سد انابيب بسدها خالص من تحت طب والكبسوله يا دكتور برضو بتسد الانابيب ولا لا ايه دورها؟ ايه لا الكبسوله؟ احنا كده دخلنا على حاجات هرمونال كده احنا خلاص كنا على الربط كده واضح الربط دي احنا دخلنا على الكبسوله الكبسوله دي حاجه ثانيه خالص الكبسوله دي حاجه ثانيه الكبسوله دخلنا على الوسائل الهرمونيه اللي بتستخدم علشان زي اللوب كده لا اللوب حاجه ثالثه برضه مش اللوب ده يا دكتور تعتبر وسيله هرمونيه برضه اللوب الهرموني الهرموني لكن احنا لو احنا بنتكلم على الوسائل الهرمونيه بقى يبقى احنا ندخل على ايه على ان احنا كده كل ده احنا بنمنع اللقاء الحميم ما بين البويضه والحيوان تمام عايزين بقى الابيض ما ينزلش من اساسه بويضات دخلنا بقى على الحاجات الهرمونال راس من الحمل الكبسوله الحقن دخلنا بقى على الحاجات الهرمونال اللي هي بتستخدم علشان تخلي المبيض ما ينزلش بويضات خالص من ما أساسه. ينزلش بس راس من الحمل ما بتخلي المبيض ما ينزلش برضو ما يحصلش تبويض فيه ما يحصلش ما عشان كده قلت لحضرتك انتوا لما ابتديتوا قلتوا لي ازاي بيحصل الحمل هي دي المقدمه الصح عشان نعرف ازاي نمنع يبقى نازله بيحصل ازاي البويضه نازله من المبيض امنعها ازاي حاجات هرمونال بقى دخلنا في راس من الحمل دخلنا في الحقن دخلنا في الكبسوله دخلنا في حاجات تانية خالص طيب خلينا دكتور نتكلم عن اقراص منع الحمل والحقيقه هي متهمه اتهام كبير قوي انها ممكن تكون بتزود الوزن بتعمل ميه تحت الجلد ممكن تكون زياده الهرمون فيها بيعمل مثلا زي حبوب في البشره يعني هي متهمه اتهامات كبيره قوي حضرتك تقول لنا ايه عليها النهارده بصي حضرتك اقراص منع الحمل هم في نوعين من اقراص منع الحمل في اللي هي الكومبايند كونتراسيبتيف اللي هي استروجين وبروجسترون خديها كده قاعده بصفتكم انتوا برضو ستات يعني قاعده كده البروجسترون هرمون صديق للمراه صحيح البروجسترون ده ما بيسببلناش اي زعل الاستروجين هرمون عدائي شويه الاستروجين هرمون عدائي شويه فالاتنين مع بعض في اقراص منع الحمل ممكن المشاكل تيجي اكتر من الاستروجين من اكتر من البروجسترون صحيح. يعني مثلا ايه حضرتك بتقولي لي ممكن تعمل ميه او تزود زياده في الوزن ممكن حبوب شويه ما بقولش مش ممكن ما بقولش مش ممكن ممكن تزود ميه شويه وارد بس مش بدرجه مزعجه خصوصا ان الاقراص الحديثه بقت دلوقتي يعني كل يوم شركات ادويه بتطلع ما هو جديد بتطلع ما هو جديد علشان يحدثوا الأقراص وعلشان يوصلوا للهدف اللي هو منع الحمل بأقل قدر ممكن من الضرر للمرأة ما أنا ما بقولكيش مش هيحصل ممكن يحصل شوية تخزين مية بس مش جامد فرق قوي مع الستات يا دكتور أنت عارف بص أقول لك الوزن ده حاجة أقول لك على حاجة أقول لك على حاجة لو الست مش هتستريح للوسيلة ما تعملهاش استعملهاش أنا بشبه علاقة الوسيلة بالمرأة زي الست اللي بتتجوز استريحت للجواز بتكمل ما استريحتش الجواز بقى كل واحد ما فيش الكلام ده يا دكتور ما حدراش الكلام ده ده فترة الخطوبة بس أو روح لحاله يعني يعني هي الست اللي مش مستريحة للوسيلة ما تستعملهاش
ودي حاجة مهمة جدا في اختيار وسيلة منع الحمل. لازم تكون الست مستريحة نفسيا للوسيلة. صحيح. يعني أنا مثلا لو أنا مثلا هاجي أركب لولب لوحدة وقالت لي لا أصل أنا ركبت لولب إن شاء الله من 10 سنين عمل لي نزيف، واللولب ده عمل لي نزيف، صحيح مش هينفع ما ركبوش. طيب هي مشكلة الإقراص، بما إننا بنتكلم على الإقراص يا دكتور، إن أحيانا بتتنسي تتاخد، فهل الإقراص يوميا لازم بتاخدها ولا لا؟ لأن اللولب مثلا حضرتك كنت لسه بتتكلم عليه، ده وسيلة آمنة وسهلة والواحد خلاص مرة وينساه. ففكرة الأقراص لو اتنست دي تعمل مشكلة أو لازم يوميا ولا عند العلاقة الحميمية بس؟ لا مش عند العلاقة الحميمية، ده فكر خاطئ جدا. صحيح. الأقراص لازم تستخدم يوميا بانتظام. لو واحدة نسيت قرص، لو هي الكومبايند بيلز اللي هو الاستروجين والبروجسترون مش هيأثر كتير، وتاني يوم تاخد قرصين واحد الصبح واحد بالليل مثلا تعوض يعني اللي فاتها. نفس المعاد يا دكتور لازم زي الانتبيوتيك كده لازم الساعه 5 يبقى 5 الكومبايند بيلز برضو اللي هو الاستروجين والبروجسترون مش لازم نفس الميعاد، لكن البروجسترون بيلز بس اللي هكلمك عليها دلوقتي دي لها محاذير معينه في استعمالها. الاقراص العاديه اللي هو استروجين والبروجسترون مش لازم نفس الميعاد، ولو نسي تاني يوم ممكن تعوضها بقرصين مش هيفرق كتير في عمليه التنظيم. لكن لو نسيت يومين هتكمل، بس هو يستعمل الراجل يستعمل الكندم لمده 3 ايام الواقي الذكري، الواقي الذكري لمده 3 ايام، لو نسيت يومين تكمل برضه عشان لو بطلت هينزل دم عليها. فهي تكمل مع استعمال وسيله ثانيه مساعده اللي هو الواقي الذكري امان اكتر. لو نسي بقى 3-4 ايام لا دي مش عايزه بقى، يعني مش ناويه تكمل يعني، فهتسيب بقى البرشام ونشوف وسيله ثانيه غيره. الحقيقه دكتور حته النسيان دي معلش، حته النسيان دي الستات لهم حق، ما هو برضو ست جوزها رايح شغله طالع على لقمة عيشه، العيال رايحين المدرسة الدروس دماغها مدوشة يعني. أنا 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 زمان كنت واحدة تدخل تقول لي بنسى أروح مزعق فيها، يعني نسيت يعني لا هو لهم حق الناس ينسوا. المشاغل كترت والمشاكل كترت، المشاغل والمشاكل هما اتنين كتروا، فلهم حق الستات ينسوا. فعشان تفكر نفسها يا متى تظبط الموبايل في توقيت معين مثلا يضرب ضربه معينه، يا اما تربطها بحاجه بتعملها مثلا بتصلي كل يوم مثلا سجاده الصلاه تحط جنب سجاده الصلاه البرشام، بتصحى باكر تصلي صلاه باكر مثلا تحطها جنب تحطها جنب الاجبيه، تظبط الموبايل المنبه بتاع الموبايل. بس لازم تنبه نفسها عشان فعلا هي معرضه للنسيان اكيد مع مشاغل الحياه والدنيا دي هي معرضه للنسيان. هل يا دكتور اكتريه السيدات اللي ممكن يكونوا بيستخدموا الكبسوله هم الحديث الزواج يعني عشان خاطر يقول لك انا خايفه استخدم اي وسيله لا 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 تأثر عليا؟ بصي حضرتك الوسيلة المناسبة لحديث الزواج هي الكومبايند كونتراسيبتيف بيلز الأقراص استروجين بروجسترون، هي دي أنسب وسيلة لواحدة متزوجة حديثا وعايزة تأجل الحمل شوية. لا كبسولة ولا حقنة ولا لولب ولا حاجة خالص. أنسب وسيلة لواحدة عايزة تأجل الحمل سنة سنتين هي أقراص منع الحمل بس. لكن هي بريئة من فكرة ان انا استخدمت اقراص منع الحمل وكانت السبب في عقم دائم نفر. او لان بنسمع الكلام ده كتير قوي يا دكتور. احنا في التلقيح المجهري دلوقتي لو جت واحدة مثلا بعمل لها تلقيح مجهري هنا في كيس على المبيض صغير كده بستعملها اقراص منع الحمل، ودي بتبقى حاجة غريبة احيانا ست تقول لك انا جاي اعمل طفل انابيب تستعمل اقراص استعمل اقراص من الحمل عشان يشيل الكيس ده. اقراص من الحمل بتستخدم لاغراض غير منع الحمل للعلاج، يعني مثلا اقراص من الحمل بتستخدم احيانا في علاج تكيسات المبايض بالظبط للبنات كمان اللي هم لسه ما اتجوزوش. صحيح. في الاقراص اللي فيها الدروسبرينون ده زي الموزنجليك وزي الياسمين وكده، الاقراص بتستخدم عشان علاج تكيسات المبايض. فاقراص منع الحمل بتستخدم لاغراض اخرى كثيره، لكن عشان واحدة تستخدم أقراص منع الحمل في بداية زواجها إن شاء الله يا رب سنة سنتين، في حالات عندي أنا ما حصلش أي مشكلة وبمجرد ما تبطل بتحبل على طول. تمام. يعني ما بتعملش مشاكل زي ما الناس معتقدة يعني. طيب اللوبيا يا دكتور، يعني خلينا نتكلم عن اللوبيا لفاصل. إيه؟ فاصل معانا. طب نطلع لفاصل ونكمل باقي فقرتنا وحلقتنا الأكثر من رائعة. أشكرك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. Thank you.
برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما عرفنا في أول الحلقة عرفنا إيه هو طريقة الحمل أو إزاي بيحصل الحمل، ولسه مكملين معاكم وعرفنا بعض وسائل الحمل اللي الدكتور قال لنا عليها وعرفنا مميزات وعيوب كل واحدة منهم، ولسه مكملين معاكم باقي الوسائل من ضيفنا اللي بيشرفنا دكتور موريس بوليس عطلة، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، دبلوم التخصص في التلقيح المجهري من القصر العيني، دبلوم جراحة المناظير، واستشاري الصحة الإنجابية بوزارة الصحة. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورت. برحب بحضرتك مرة كمان يا دكتور. وقبل ما نطلع فاصل الحقيقة كنا قلنا هنتكلم عن اللوب، بس قبل ما ندخل على اللوب ونعرف تفاصيل أكتر ومزايا وعيوب اللوب، خلينا دكتور برضو نكمل موضوع الأقراص. يعني حضرتك كنت بتقول إن الأقراس ليها أنواع كتير، فيا ريت حضرتك تقول لنا الأنواع. إحنا اتكلمنا شوية عن الأقراص اللي هي استروجين بروجسترون مع بعض. تمام. ماشي. يمكن برضو أنت ما سألتنيش علاقة الأقراص بالكانسر والكلام ده اللي بيتقال والكلام. ده كلام مش مظبوط قوي. هي عشان بس أخلص بسرعة، هو الاستروجين برضو هو العدائي شوية. لو واحدة عندها فاميلي هيستوري، يعني أمها خالتها بتاع عندها كانسر، ما بستعملش. لكن هو ما بيجيبش كانسر. هو ما بيجيبش كانسر. لو واحدة عندها هيستوري مثلا إن حصلت لها جلطة في رجلها قبل كده وبتاع، هو يمكن الجلطات أكتر في الاستروجين بيبقى أعلى شوية. لو واحدة عندها سكر ما استعملش معها الأقراص. لكن هو ما بيجيبش سكر. لو واحدة ضغطها ليه يا دكتور ليه ما نستخدمش معها الأقراص؟ هل هي بتزود السكر للي عندها؟ ممكن تزود. يعني هي على حسب هي بادجه بإيه؟ بادجه بسكر ممكن يزيد. بادجه بضغط ممكن يزيد. في نوع من الكورتيزون يا دكتور الأقراص دي ولا لا؟ يعني ايه اللي بيخلي السكر يزيد؟ الاسترويد هرمون زي ما هي كلها بتزود السكر شويه نفسها. في بقى النوع الثاني اللي هو البيلز، اللي هو بروجسترون اونلي بيلز بيسموها ميني بيل، اللي هو الأقراص اللي بتستخدم فتره الرضاعه. يقول لك الفلانه دي بتستخدم اقراص الفلانيه فتره الرضاعه، دي بروجسترون بس، اقراص بروجسترون بس ما فيهاش استروجين. هي دي بقى الاقراص اللي هي لو نسيت بتبقى مشكله ولازم تتاخد في نفس الساعه فعلا. يعني لو نسيت تبقى مشكله، ممكن يحصل حمل، لان الميكانيزم اللي بتشتغل بيه مش منع التبويض على قد ما هي حاجات تانية بتعملها في عنق الرحم. ملهاش حل يا دكتور لو نسيت. لو نسيت إيه؟ تكمل، وبرضه الزوج يستعمل كندم لمده 3 ايام وتكمل. تمام. تكمل. ما تبطلوش. واخد بال حضرتك؟ ده لو نسيت. فدي الاقراص اللي هي بروجسترون اونلي بيلز دهيت اللي هي بتستخدم اكتر فتره. ده ممنوع خالص في فتره النفاس اللي هي الست اسابيع التاليه للولاده انها تستعمل كومبايند بيلز استروجين بروجسترون، ممنوع. ليه يا دكتور؟ ليه بقى؟ لان الاستروجين بيزود احتماليه تجلط الدم. والست والده وقاعده في البيت بتخدموا عليها معتبرة ان هي عملت انجاز ان هي ولدت عيل. هو انجاز يا دكتور. انجاز بس مش بيلزمش الستات كده. ما يحتملش القعده يعني. اصل انا دايما انبه على الست بعد الولاده اقول لها اتحركي، اتحركي رجلك، ما تناميش، ما تقعديش نايمه في السرير. وبالذات اللي بتعمل سي سكشن اللي هي القيصري بتاعي ده انا ببقى واقفه على راسها اقول لها قومي ادخلي الحمام بنفسك، بعد طبعا ما نشيل القسطره بعد ما تاثير البنج نصفر، قومي ادخلي الحمام بنفسك اتحركي، ولو نايمه هتدلع شويه حد يدلك لها رجلها، اللي في منتهى السخافه حكايه حدوث جلطه. لا طبعا طبعا. فالاستروجين بيزود احتماليه حدوث الجلطه وهي نايمه وقاعده، ولزوجه الدم عاليه. انا مش هظلم الست 100%، يعني لزوجه الدم عاليه بتحصل كام ده اثناء اثناء الحمل، يعني لزوجه الدم تبقى عاليه، فممكن يحصل لها جلطه فعلا في رجلها. فما اقدرش استخدم استروجين بروجسترون بيلز اللي هي الكومباين بيلز واحده في فترة نفاسه. الرجالة يا دكتور بيأثر على الرضاعة؟ لسه حضرتك جميلة جدا. كلامك حلو خالص. الاستروجين بيقلل طبعا الرضاعة، فبرضه ما استعملوش. هو الهرمون الصديق الجميل اللذيذ اللي هو البروجسترون في البيلز حلو خالص في فترة الرضاعة، بس مع الانتظام وعدم النسيان. نيجي بقى الوسائل التانية اللي هي بقى بالمرة اللي فيها بروجسترون بس. ولا تحبوا تخلوها وحدها بعد؟ لا حضرتك يعني عرفنا. يعني البروجسترون بس ده في وسيلتين تاني، اللي هو الكبسوله اللي تحت الجلد، ودي اصبحت شائعه جدا. هي دي يا دكتور داخله تبع كلمه اقراص؟ يعني هي هرمونال. هرمونال كونتراسبشن. اصل كل اللي بيجي لما بنيجي نقول اقراص اللي بيجي في بالنا دايما الاقراص اللي هي البرشام اللي بتاخد عن طريق الفم. مش قرص، هي كبسوله فعلا زي رد، زي
زي قصيبه كده صغيره رود صغيره اهي دي طريقه تركيبها تركب تحت الجلد. ايوه لا مش بتكلم عن الحقنه اللي بتركب تحت الجلد او الكبسولة. او الكبسوله اللي بتركب تحت. انا بتكلم عامه يعني لما بنيجي نقول كبسولات الناس دايما بيجي في دماغها او السيدات يعني انها حاجه بتتبلع عن طريق الفم، فعايزين نوضح لهم اكتر يا دكتور واحنا بنتكلم دلوقتي. دي كبسوله تحت الجلد مش كبسوله بلع. دي كبسوله تحت الجلد بتركب وعامله زي بالظبط عامله زي بالظبط اقرب تشبيه لها عود الكبريت. بالظبط وحجمه تقريبا. بس لازم اللي يركبها بيعرف يركب كويس عشان ما تبقاش غويطه. بس في ناس بتخاف منها يا دكتور تقول ايه هتوجعني وهي بتركب. طب هتبان تحت الجلد حياتك بتقول تحت الجلد فهل هي لازم تبان الا لو كانت غويطه تبقى مشكله. لما جاتني واحده مره تشيلها غويطه ما طلتهاش اضطريت احولها لواحد جراح عشان هيفتح ويدخل جوه ويطلع. فهي لازم تبقى باينه تحت الجلد وادوس كده الاقيها بارزه واضحه. بس بتقول ان ممكن تسرح كمان تحت الجلد الكلام ده صح؟ لا تسرح لا يعني تمشي لو هي تتحرك. تركبت عميقه من الاول معلش لكن تسرح لامام ما بتتحركش يعني. ايوه ما احنا عايزين لكن يا دكتور فكره تركيب المفاهيم غلط. تركيب الكبسوله نفسها يا دكتور للسيده اللي عايزه تعمل منع حمل بتختلف يعني لو تركبت عميقه ممكن الهرمون بتاعها ما يجيبش نتيجه ويخليها يحصل حمل بالظبط. ولما يجي تشيليها شغلانه عشان تشيليها يعني شغلانه فشلها يعني. بس دي بقى وسيله ما تناسبش برضو ناس صغيرين. ليه؟ بتأخر زي الحقن بتأخر فرصة الحمل خالص بتأخر فرصة الحمل وبتعمل لخبطة في الدورة كتير. فما تناسبش ستات صغيرة. تناسب مين يا دكتور يعني؟ ما أنا رأيي إن الحقن والكبسولات يناسبوا ما بعد الأربعين. ما بعد الأربعين واحدة كونت الأسرة بتاعتها خلاص عندها أولاد وبنات وكبار وحلوين وزي الفل عايزة بقى تستعمل وسيلة تستعمل حاجة هي اللي هي الحاجات اللي هي الكبسولة تحت الجلد تستخدم الحقن الثلاث شهور. الحقن دي مصيبة. الحقن دي مصيبة. مصيبة ليه؟ محدش سألني مصيبة ليه؟ لسه هقول الكبسولة أصلها بتركب في مركز تنظيم الأسرة يعني الست ما تقدرش تركبها لنفسها. لكن الحقن بقى الواحدة تبقى والدة وتروح مستسهلة تنزل على الأجزخانة تديني حقنة لمدة 3 شهور وتحقن الحقنة وهي بقى معتمدة نفسها إن اشترت دماغها 3 شهور ما تعرفش إن الحقنة دي ممكن تطلع الحمل سنة واتنين. طبعا الحقن من الحاجات اللي هي بتعطل الحمل خالص وممكن تمنع ترفع يعني الدورة. الكبسولة أفضل من الحقنة؟ هما الاثنين نفس المستوى في في, في في الاداء يعني. ولكن الحقن اكتر الحقيقه. الحقن عليها تركيز اكتر في ان هي بتعطل. عشان كده انا من واقع خبرتي ورايي ممكن الراي ده يكون له قيمه او ليس له قيمه رايي ان الحقن تعيش الحقن اخر محطه قبل ربط الانابيب. يا للدرجه دي تاثيرها يعني قوي قوي. ايوه انا شفت ستات صغيرين اخذوا الحقن ده هي عطلت لهم الدوره سنه وسنتين ما بتجيش دوره خالص ومش مش عارفين يحبلوا من الحقن ده. هل بتعمل ميه دكتور تحت الجلد زيها زي انواع شوية. الكبسولات شويه بتعمل سمنه شويه بتعمل بطن بالذات شويه تراكم في الدين بالذات في منطقه البطن. والحقن بالمناسبه على فكره مش اي حد يحقنها يعني. الحقن لو واحدة مليانة شوية هيحقنها غالبا هيحقنها في الدهون مش هيحقنها في العضلة فلازم يكون لازم يكون السرنجة طويلة شوية عشان يوصل لغاية العضلة ويحقنها. يعني أفضل يكون دكتور بيحقنها. وفي حاجة بقى لطيفة جدا موضوع الحقنة يمكن ما تتصوروهاش. أي حقنة إحنا بنحقنها بنعمل إيه بعدها؟ بنمسح. دي ما يتدلك ما ينفعش التدليك بعدها يا دكتور؟ أكيد بتجري الهرمون ده هو ديبو. أنا بحقن هرمون متخزن يقعد يمشي براحته لمده 3 شهور بتدلكيه بتجريه. تمام. طب فممنوع التدليك بعد اعطاء حقنه منع الحمل خالص. حقنه كده ورفعها بس. في ناس قالوا كمان ممنوع ان انا استعمل مطهر كالالكول وكده لكن يعني فيها كلام. في ناس قال ناس قالت لك حكايه انها تتحقن ديب عميقه وحكايه ان هي ما يدلكش مكانها تمشي تاخد الحقنه وتتكل على تمشي. خلينا يا دكتور نتكلم عن اكتر وسيله يمكن شائعه في مجتمعنا المصري اللوب. اللوب الحقيقه ناس بتستسهل تقول خلاص انا هحطه 5 سنين انساه وفي نوع بيتقال ان هو 10 سنين كمان فانا يا دوبك مره وخلاص. فخلينا نتكلم عن مميزاته وعيوبه كمان. اللوب وسيله طبعا شائعه جدا بتستعمل كتير وكتير من الستات بيستريحوا الاستعمال اللوب وفي ستات ما بيستريحوش زي ما قلت لك هي مساله ايه علاقه يعني ايه خبره كانت حصلت سيئه ولا لو الست ركبت لولب من 10 سنين ما استريحتوش هتقول لك انا ركبت من 10 سنين نزفت مش عايزه. لازم تكون هي مستريحه نفسيا للوسيله تقول لها ده غيروا جابوا انواع احسن بتاع لو عملنا ايه استاذه ما ولا ما تقولي ايه صحيح. حضرتك يعني اللي في مخ في المخ
فالواحد اتعود على كده. مش موافقه لولا بنشوف وسيله تانية. اللوب طبعا وسيله جميله قوي، وسيله كل دلوقتي الدكاتره سواء حتى دكاتره يعني مش امراض نساء كلهم بيعرفوا يركبوا اللولب ازاي. اللولب كان زمان في حاجه اسمها ليبس لوب، عارف حرف اس كده، ده بطل خالص، ده كان لولب لا فيه لا نحاس ولا فيه هرمون ولا في حاجه، كان لولب كده مع نفسه كده، معهوش حاجه خالص. هو اللولب بيمنع ازاي الحمل؟ بيخلي بطانه الرحم دي، الارض اللي هي احنا عايزين نزرع فيها البذره، بيخلي بطانه الرحم دهيت غير قابله لاستقبال البويضه المخصبه. تمام. بيخليها فيها نوع من الايه؟ الاستنفار. يعني زي ما تقولي حاجه بتحك فيها، فعلى طول في شبه التهاب تطرد، وفي يعني. وفي ماكروفاجز اللي هي الخلايا اللي هي بتعمل بتاكل الميكروبات كثيره، فتروح واكله الحيوانات المنويه، ما بتعرفش بقى الحيوانات المنويه هو بتاكل اي حاجه في وشها. زي مثلا لما يكون في استنفار على الحدود، ويجي زي ما حصل يعني على الحدود بتاعتنا من كام سنه كده، ويجوا مثلا شباب او ناس ماشيين مش فاهمين في استنفار، يروحوا مضروبين بالنار. صحيح. ما هو مش عارفين ده هو في استنفار. فهو بطانه الرحم مستنفره، ففي ماكروفاجز، في خلايا بتاكل الحيوانات المنويه وبتاكل، ما تديش فرصة للأرض مش خصبة عشان تنزرع فيها. في أوقات يا دكتور السيدة بتتضايق، بتحس إن هي وهي يعني اللوب ده عامل لها خنقة، أو حاسة إنها في حالة المود بتاعها مش كويس. يعني إحنا الخنقة مش من اللوب، الخنقة بتبقى من رأس معنى الحمل أحيانا. لكن اللوب مش البروجسترون بيعمل شوية ديبريشن، بيعمل شوية اكتئاب. بروجسترون. لكن اللوب لا. هي بقى مخلوقة ممكن يعمل شويه مخلوقة مع نفسها حاجة تانية، وممكن يعمل نزيف كده شويه كده في الاول، اول ما يتركب اكيد اللولب ثلاث دورات تقريبا بعد تركيب اللولب لازم تكون الدوره كتيره شويه. ثلاثة بس يا دكتور؟ ده يعني في ناس ممكن اللوب يخليها اصلا الدوره كل شهر تجيلها نزيف، عشان كده بقى اعمل حاجه لايه؟ اللولب الهرموني. ده بقى الحل الامثل بقى. ده اللولب بقى مش حاطين فيه نحاس او كبر، حاطين فيه هرمون ليفونورجسترين اللي هو نوع من البروجسترون بيركب جوه، ده بيخلي بطانه الرحم ما تجيبش دم كتير، ده بيقلل ممكن حتى يمنع الدوره شويه يعني. طب دكتور في ناس بتقول انا مركبه لولب لكن حصل حمل. دي مشكله. ده ايه سببه؟ مصيبه. ما هي طبعا مصيبه. اقول لك مصيبه في ايه بقى؟ مش مصيبه في الحمل، مصيبه الحمل موجود فين؟ ممكن يبقى خارج الرحم يعني؟ طبعا البويضه المخصبه جايه تدخل الرحم، لقيته اللولب فارد جناحاته كده وعامل قلق، طب سلام عليكم انا هقعد في الانبوبه. حصل حمل خارج الرحم. اي واحده الحمل البريجنسي بتاعها بوزيتيف مع لولب لازم ادور على الحمل فين؟ طب لو هو داخل الرحم اللولب لازم يتشال ولا ممكن يبقى؟ جميل جدا. أيوة. جدا اشكرك انك سالتيني السؤال. بصي حضرتك، يعني من واقع برضو خبره الدكتور موريس يعني على قد خبرتي، يعني لو اني من السهوله الفتل قصادي وممكن اشيله ينفع؟ لا الافضل يتشال. لو انا مش لاقي الفتل اسيبه، لاني في بحثي عن الفتل والنخربه هسقطها. صحيح. لو الفتل قريبه وسهل شيلها بشيله، لو الفتل بعيده مش شايفها. واحيانا السيده تحس بيها، ده لازم تحس بيها. طب هي المشكله يا دكتور في كده، يعني تيجي السيده تقول انا مش حاسه بيها، وكل شويه تقوم رايحه عند الدكتور يكشف يلاقي اللوب موجود، طب انا مش عارفه اوصل، مش حاسه بيها، مش حاسه بالفتل. طب يعني دي مش حامل، هي مش حاسه بالفتل بس. يعني قصه الحمل دي خلاص. لا احنا بنتكلم على ضمان بقى. ان اللوب بالفتل. موجود مش حاسه بالفتل. في احد احتماليات، اقرب احتمال ان يكون الفتل مسحوبه جوه في في في, في عنق الرحم، فدي ممكن يعني بسهوله في كده حاجه رفيعه، برش رفيع كده، فرشه رفيعه بياخدوا بيها احيانا عينه من عنق الرحم، ممكن دي ادلك بيها عنق الرحم كده فلاقي الفتل قريبه. او حتى اشوف الفتل. طب قدامنا دقيقه يا دكتور فنكمل موضوع، لو حصل حمل مع اللولب بيحصل ايه؟ ما احنا لو حصل حمل مع اللولب جوه لا لو ما نفعش ان يتشال، يقعد في امان وتمام هينزل مع الولاده. تمام. انا في حاله من الحالات بالنسبه للولب المفقود، ده حاله كانت انترستنج جدا عندي، ان فقدت لولب وراحت للدكتور قال لها شلته. وبعدين جات لي
فقد اللولب الثاني. عملت لها بلين اكس ري لقيت اللولبين في البطن. هو ما شالش اللولب، هو سرح وركب واحد ثاني سرح كمان، فبقى هما اثنين في البطن. موضوع مهم جدا يا دكتور، واكيد عايز يعني وقت كتير جدا، وعايز حلقات ثانيه طبعا نتكلم فيها عن الموضوع ده. لكن فكره ان حضرتك شرحت لنا كل نوع بشيء من التفصيل، مميزاته وعيوبه، والحقيقه طلعنا من الحلقه ان ما فيش حاجه ثابته، اللي ينفع مع كل مع سيده ما ينفعش مع الاخرى، اللي ينفع في السن ده ما ينفعش مع السن ده. فالحقيقه بشكر حضرتك جدا يا دكتور على التوضيح، وبشكرك كمان على وجودك معانا النهارده. كان معانا النهارده دكتور موريس بولس عطله، استشاري اول امراض النساء والتوليد وعلاج العقم، دبلوم التخصص في التلقيح المجهري مع القصر العيني او من القصر العيني، دبلوم جراحه المناظير واستشاري الصحه الانجابيه بوزاره الصحه. شكرا لحضرتك جدا. شكرا لك يا ميرسي يا نانسي، وبشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، ونشوفكم يوم الثلاثاء اللي جاي وقبل الميعاد بساعه وبرنامجكم من يجد. We'll be right back.